السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من الأولى وهذه عناوينها. ردود الفعل لا زالت متواصلة بعد قرعة كأس العالم 2018 بروسيا التي وضعت المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال، إسبانيا وإيران. الملتقى العالمي للتصوف يدعو في ختام أشغاله بمداغ إلى تبني مبادئ وقيم المواطنة العالمية المبنية على التعايش والتسامح ونبذ العنف. وسياحة القوافل بمرزوقة تجلب مزيدا من الزوار الأجانب، والعرض السياحي متنوع بتنوع مؤهلات واحات الجنوب الشرقي. أهلا بكم. مستهل النشرة ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وفيها أعرب جلالته عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الإماراتي الشقيق باطراد التقدم والرخاء. برقية تهنئة أخرى بعثها جلالة الملك إلى السيد بونغانغ فوراشيت رئيس جمهورية لاووس الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. نبقى في عالم كرة القدم، وهذه المرة مع منافسات البطولة الاحترافية في دورتها العاشرة. أقوى حصة شهدتها مباراة شباب أطلس خنفرة أمام حسنية أكادير. حسن الحريري. الأرجنتيني ميغيل أنخيل غامودي يواصل رفقة فريق الحسنية على تسجيل نتائج إيجابية، في إشارة إلى أن فريق حسن أكادير سيكون بمثابة المعادلة الصعبة خلال الموسم. فريق شباب أطلس خنفرة لم يقدم المباراة التي كان ينتظرها الأنصار، مجموعة من الأخطاء استغلها فريق الحسنية في الدقة السابعة بعد تمريرة من بطل شريكين الخنوبي تسجيل أهداف فريق حسن أكادير. فريق حسن أكادير يحرز على ضربة خطأ بعد ضربة خطأ نفذ بكل دقة المهدي أوبيلا، والهدف الثاني. لروعة طريقة التنفيذ نشاهد هدف أوبيلا للمرة الثانية. فريق شباب خنيفرة استجمع قوات تسجيل الهدف، لكن الحارس عبد الرحمن الحواصلي كان له رأي آخر. تدخل في محاولتين أمام البودري والسنغالي صيار، الحواصلي أثبت أنه فعلا حارس كبير. فراغ على مستوى الدفاع شباب أطلس خنفرة يستغل من طرف بطل الكشاني، والهدف الثالث حسنية أكادير. المهدي أوبيلا كاد أن يسجل الهدف الرابع في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. في الشوط الثاني ومع البداية السنغالي صيار يسجل أول هدف لشباب أطلس خنفرة. فريق حسنة أكادير اعتمد على التمريرات الجانبية التي أعطت ثمارها بهدف رابع، وكان التوقيع لبدر الكشني الذي سجل هدفه الثاني في اللقاء والرابع لحسنة أكادير. مساحات فارغة ومن مرتد هجوم سريع يوسف القناوي يمرر إلى فوز عبد الغني والهدف الخامس. فريق حسن أكادير يتمسك بالصدارة حتى إشعار آخر وبأحسن خط هجوم في البطولة الاحترافية ب 22 هدف. اللقاء ينتهي بتعثر شباب أطلس خنفرة أمام الحسنية بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. جماهير كبيرة اللي جات ساندتنا يعني كان دعم كبير بالنسبة لنا، ضربات مسافة كبيرة من مدينة أكادير تميدان خنفرة. نتمنى إن شاء الله نحمروا نوجه وإن شاء الله نقدموا أداء في مستوى، ما نبقاش فريق حسنية أكادير الفريق اللي تينشط البطولة فقط، وإنما نحاولوا أننا كما تنقولوا نتقاتلوا على مشاركة قارية إن شاء الله. الملاكم المغربي محمد الرفيع يصنع الحدث في رابع مبارياته الاحترافية ويفوز بالضربة القاضية على البلغاري لازلو زيلفاي بفرنسا. قائمة بلعوشي والتفاصيل. محمد الرفيع هذا الذي بين الملاكم الاحترافية كان في مواجهة البرغالي لازلو سيلفاي في مباراة هامة عن الاتحاد العالمي للملاكمة الاحترافية في وزن 69 كيلوغرام. هي المباراة الثالثة لمحمد ربيعي بعد أن سجل انتصارين، وبالنسبة للازلو المباراة الثامنة وحقق 7 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.
الجمهور تابع بشغف هذه المواجهة. محمد ربيعي نجح في تدبير مجريات هذه المقابلة وركز بشكل جيد في توجيه لكمات محكمة للبطل البلغاري لازلو. الثقة بالنفس والأداء الجيد بفضل تدريب محكمة ببلجيكا وفرنسا مكن محمد ربيعي من تقديم عرض شيق أمام أنظار محبيه من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا. مرت دقيقة وتسعة ثواني، محمد ربيعي سيوجه لكمة قوية للبرغالي لازلو وبالتالي يحقق فوز عن طريق الضربة القاضية. ضربة وضعت حداً للازلو لمتابعة هذه المقابلة ليعلن بذلك حكم المقابلة عن فوز مستحق للبطل المغربي محمد ربيعي والفوز الثالث على توالي في مشواره الاحترافي. محمد ربيعي صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد 2016 يبحث حالياً من خلال هذه المقابلات المتتالية عن تحسين مكانته في الترتيب العام للاتحاد العالمي للملاكمة الاحترافية. للبطل المغربي إلى نيويورك، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس عن تعيين الكندي كولين ستيوارت ممثلا خاصا له للصحراء المغربية ورئيسا لبعثة المينورسو ليخلف بذلك مواطنته كيم بالدوك التي أنهت مهامها في 22 من نوفمبر الماضي. الخبر الدولي، محطته الأولى من واشنطن، حيث جددت الولايات المتحدة دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية والاتفاق صخيرات الذي وقعه الفرقاء الليبيون عام 2015، دعم عبر عنه وزير الخارجية ريكس تيلرسون عقب استقباله لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. إلى اليمن، حيث الأزمة تدخل منعطفا جديدا. التحالف بين الحوثيين ورئيس المخلوع علي عبد الله صالح بات هشا في ظل تبادل الاتهامات واندلاع الاشتباكات. اليوم مواجهات دامية في صنعاء وقتال بين الطرفين على المحاور المهمة بما في ذلك الوزارات والمطار الدولي. تطور يأتي عقب اشتباكات بين حلفاء الأمس الأربعاء الماضي أوقعت 40 قتيلا. في جنيف مفاوضات متعثرة، وفي سوريا الوضع الأمني يزداد سوءا. قتلى لقوات الأسد في الغوطة الشرقية والمعارضة تستعيد مناطق من أيدي النظام في حلب. إبراهيم مرزوقي. خلافات كبيرة بين وفدي النظام والمعارضة في مفاوضات جنيف والتي قد تستأنف أو يتم إلغاؤها الثلاثاء المقبل. وفد النظام السوري أعلن رفضه خوض مفاوضات مباشرة مع المعارضة واتهم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بارتكاب ما وصفه بأخطاء جسيمة خلال المفاوضات. وكان وفد المعارضة صرح في مسألة تنحي الرئيس الأسد على طاولة البحث، بينما طالب دي ميستورا الوفدين الحكومي والمعارضة بعدم وضع شروط الساحة الميدانية في سوريا ملتهبة بدورها، حيث أعلن السبت عن مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين بجروح في غارات جوية لقوات النظام السوري استهدفت الغوطة الشرقية بريف دمشق إضافة إلى مدينة حرستا وبلدة مديرة. كما شن الجيش السوري وحلفاؤه هجوما على مواقع المعارضة المسلحة في ريف حلب الجنوبي وسيطر على بعض المناطق والتلال المحيطة. هذا بينما تمكنت قوات المعارضة من استعادة مناطق أخرى سيطر عليها جيش النظام جنوب حلب. موازاة مع هذا كله، أعلنت وسائل إعلام سورية السبت أن إسرائيل أطلقت عددا من الصواريخ على قاعدة عسكرية ضواحي العاصمة دمشق وأن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لبعض تلك الصواريخ. قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن من الصعب التفكير في القدرة على تغيير الاتفاق النووي الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في حال فشل الكونغرس وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه، متوعدا بفرض عقوبات قاسية على طهران.
أعلنت حكومة هندوراس حالة الطوارئ ليلة الجمعة السبت لوضع حد للتظاهرات التي تنظمها المعارضة في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على ما وصفته بالتلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي. وبعد 5 أيام على هذا الاستحقاق لم يعرف بعد اسم الفائز فيه، إذ أعلنت اللجنة الانتخابية عن إعادة تعداد الأصوات في بعض المحاضر التي تطرح خلافا. رماني التواصلي نظمته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين موضوعه العنف داخل أماكن العمل. في المتابعة محمد الوهيبي وعبد العلي عياد. يوم دراسي علمي بحضور مبدعين تصاغ خلاله رسائل سيحملها الفنانون والفنانات كوجوه مألوفة لبسطها والتعريف بالمقاربات الممكنة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في أماكن العمل. نعتبر على أننا لا نستثمر حضور فنانين وفناناتنا لأنهم هم من بين الوجوه التي تدخل إلى بيوت المغاربة، فتحملهم وتحملهن رسالة نبيلة بحال ديال التربية والتعليم، بحال العنف ضد المرأة الذي نشتغل عليه اليوم نحن ككونفدرالية ديمقراطية للشغل. اعتبرنا على أنهم غادي يكونوا أحسن رسل لنا في المطالب اللي كنطلبوها، وخصوصا تلك المطالب المتعلقة بتمدرس الفتيات، صحة النساء، العنف ضد النساء. التصق العنف ضد النساء بالرجال لكن ضمن المعنفات العاملات في البيوت اللائي يكابدن مع مشغلاتهم. شفت واحد العنف اللي هو فظيع اللي كيتمارس على هذه الفتيات داخل البيوت، اللي هو الأغلبية ديال هاد الفتيات النوع العنف اللي كيتمارس عليهم غير العنف طبعا الجنسي هو ان كيحرقهم، كيكويوهم بموس او بفورشيت. هذا العنف اللي انا كنتكلم عليه عنف ديال النساء على نساء. يتوق المتحاورون الى تدابير قانونية واجراءات مواكبة لحماية المعنفات نساء كن او فتيات. مدينة فاس لقاء تواصلي عقده الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع مناضليه، وفي برنامجه تشخيص لمطالب الشغيلة وتعاطي النقابة مع الملفات الاجتماعية. سعيد معواج، مصطفى الزهيري، وحنا بن جلون. لقاء الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بفاس كان محطة تواصلية بحمولة تنظيمية بمناضلات ومناضل النقابة من منظور كيدة فعل النقابة وكيفية تفاعلها مع مستجدات الساحة الوطنية والدخول الاجتماعي. أهمية هذا اللقاء التواصلي هو أول لقاء كننظموه بعد إعادة الهيكلة ديال مدينة فاس والتنظيم الجديد اللي عرفته مدينة فاس بعد المؤتمر الاستثنائي ديال الاتحاد العام. أولا هذا لقاء تواصلي مع المناضلات والمناضلين ديال إقليم فاس من أجل التعبئة، من أجل رص الصفوف، من أجل كذلك إخبارهم بمستجدات لا ديال الحوار الاجتماعي ولا ديال الساحة النقابية تنظيميا. بين التنظيم المبني على التأطير والتكوين وتشخيص مطالب الشغيلة وبين الترافع النقابي توزعت التدخلات سعيا في إنجاح الدخول الاجتماعي الجديد وتقديم منظور الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للممارسة النقابية. تنظيم نقابة عتيدة، الاتحاد العام للشغالين نقابة عتيدة وكبيرة، وكتعرفوا بأن ما ماشي سهل أننا ما غاديش نهضروا على الاتحاد العام. الاتحاد العام ذات أغلبية، ذات الحمد لله، هذا كيثبت وكيركز وكيجسد بأن النقابة الاتحاد العام قادمة وقادمة بقوة إن شاء الله. وقد شددت مداخلات الحاضرين على الركائز والأسس والتي تمثل عناصر العقيدة النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنابعة من تشخيص الإطار لمطالب مختلف الشرائح الاجتماعية من منظور النقابة دائما. وينضم إلينا اللحظة عبد الرحيم بن شيخي في إطلالة على جديد الفعل الثقافي والفني ببلادنا. مساء الخير عبد الرحيم. مساء الخير رضا، ماذا تقترح علينا اليوم؟ عليكم أشياء جميلة، فتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلقت مساء أمس الدورة الثالثة للمهرجان الدولي لمعاهد المسرح. 16 بلدا من مختلف القارات تشارك بنخبة من أطرها تقاربا مع ثقافات أخرى. مهرجان لجمعية إيسيل بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال والمسرح الوطني محمد الخامس. سعودي خشون وعدنان الهراس. احتفال على إيقاعات إفريقيا، جاءت كل المعاهد العليا للتكوين المسرحي كي تخلق جسر تعاون من أجل السلام والعيش المشترك. أهم حاجة هو خلق
وجعل الرباط عاصمة ديال شباب العالم لكي يلتقيوا من أجل الفن والتسامح والتساكن. ثقافة المغرب المتعددة المنفتحة عالميا تدعو للقاء شباب العالم وفرقهم المسرحية من أجل تبادل الحوار المنتج الفكر. وثقافة المغرب هي ثقافة الاعتراف للدكتور أحمد مسعايا الباحث والملوع بالحوار وبالمسرح وبقدرة الناس على العطاء. مهرجان هو جسر وصل مع العالم. ونعتقد أن مثل هذه المهرجانات لها مكانة متميزة لدينا خصوصا وأنها تجمع ما بين التجارب الدولية في مجال المسرح، وكذلك هي فرصة لتبادل الخبرة والمهنية والأكاديمية، وبالتالي لدينا رؤية لدى وزارة الثقافة والاتصال أن نعطي دفعة نوعية لمثل هذه المهرجانات، خصوصا وأن لدينا مقاربة أساسية فيما يتعلق بإعطاء دفعة نوعية للمعايير المسرحية مستقبلية. حضور السيد الوزير اليوم معنا في هذا الحفل هو يمكن بادرة خير للمضي قدما بمجموعة من المعاهد، ما خصناش غير معهد واحد. المغرب تيظهرلي تيزخر بطاقات شابة ذات تكوينات مختلفة، تيظهرلي أن المعهد تبت على الوجود ديالو، ودابا حاليا حنا في حاجة إلى معاهد أخرى في هذه المجالات كلها الثقافية. لجنة تحكيم يرأسها الأستاذ أحمد بدري مؤسس التكوين المسرحي ورجل الخبرة ومعلم الأجيال. من المواد الدولية الهامة التي تشهدها بلادنا عبد الرحيم مهرجان الإبداع لذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح أليس كذلك؟ صحيح، وهذا يعني مهرجان متميز جدا حيث انطلقت فعاليته مساء أمس بمدينة تطوان، وهذه الدورة هي دورة عبد الفتاح الدك، مواهب متميزة من مصر، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا والمغرب. هذه دورة ثامنة ببرمجة متنوعة من تطوان، فن شاكر العلوي، عبد العالي قنوني، وعز الدين أبو الجيوش. هي ثامن دورات المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين بتطوان. دورة الفنان عبد الفتاح الدك تفتح المجال للفنانين المكفوفين للتعريف بمواهبهم من الحمامة البيضاء عبر برمجة تستضيف فنانين من مصر، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا إلى جانب المغرب طيلة 3 أيام. هذه الدورة طبعا من أهدافها الرئيسية هو تحقيق التواصل من أجل تبادل الخبرات ما بين الموسيقيين المكفوفين وتبادل التجارب، وكذلك عرض إبداعات الفنية للموسيقيين المكفوفين. النسخة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين بتطوان منحت الاعتراف للفنان عبد الفتاح الدك بتكريمه ضمن فعاليات برنامجها الذي يتيح اللقاء المباشر بين الجمهور ومواهب فقدت البصر، إلا أنها منحت نعمة الحس الفني بتعدده، واليوم تبرز من الحمامة البيضاء عبر هذا المهرجان. موهبة كننصحوا من هذا المنبر أنه يسقلها بالتعليم الأكاديمي، لأن الموهبة بوحدها ما تبقى موجودة. الإنسان يحمد الله على أنه ربي يعطيه ديك الموهبة من عنده فطرة، ولكن سقلها بالتعليم الأكاديمي كينورها وكيزيدها أكثر تقنية وإثقان. أنا فرحانة باش نستمتع في المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين. ملي كتشوف مهرجان ينظم في المغرب من طرف مكفوفين ومن طرف هذه الجمعيه، جمعيه لويس براي، وفوق هذا الشيء هذا كله في الدوره الثامنه ديالو، فاكيد هذا ما يمكن له يكون الا فخر، وفخر كبير كبير بزاف ان يكون اسمه مهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين. وزاره الثقافه والاتصال قطاع الثقافه داعمة وستبقى داعمة لهذا المهرجان لدى مقائده. المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين بتطوان في ثامن دوراته هو إذن تظاهرة فنية فريدة تبرز غنى الاختلاف وتميزه عبر مواهب من داخل المغرب وخارجه. وبالمسرح الوطني محمد الخامس اختتمت فعاليات اللقاء الدولي المغربي الإفريقي بأمسية فنية للرقص من التراث الأوكراني والموسيقى الإفريقية والموسيقى الأندلسية. السهرة تتويج لأشغال الأيام الثقافية لخريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي سابقا. والروبورتاج مع سعيد ريما
ومحمد تولينا. هي لوحات فنية للرقص من التراث الأوكراني. الحفل يأتي كهدية من البروفيسور الأكاديمي لفنون السيرك بكييف لخريجي الجامعات والمعاهد السوفيتية سابقا. سارة كذلك نريد منا أن نحيي سهرة فنية بعد المشاخ ديال المؤتمرين الماضيين، يجتمع الخريجين وأبنائهم وأسرهم وعائلاتهم، ولكي نحتفل بنجاحتنا لهذه الأيام التي مضت. ارتأينا أن تكون هذه المحطة مناسبة لتلقح الثقافات ولإبراج الثقافة المغربية لدى دول الاتحاد السوفيتي سابقا ورابطة دول مستقلة. الحفل الموسيقي يختتم أيامه الثقافية التي احتضنتها مدينة الرباط بحضور قوي بعد نجاح هذا اللقاء الفريد من نوعه. الاتحاد الإفريقي لخريجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفيتي سابقا والذي سيكون مقره مدينة الرباط وبترأس من مغربي من خريجي هذه الجامعات. هذا الحدث المهم لا يفوت له إلا أن يختتم بسهرة فنية جميلة مثل هذه، حيث تشارك فرق مغربية، فرق ثراثية مغربية وأوكرانية وإفريقية. هذه الأمسية الفنية المشتركة بين المغرب إفريقيا ودول أخرى لخريج الجامعات والمعاهد السوفيتية شاركت فيه أكثر من 260 خريجا وخريجة، لتختتم الأشغال بنفحات أندلسية لفرق موسيقية مغربية. إلى جانب الموسيقى والمسرح، عبد الرحيم، التشكيل عنوان آخر للإبداع الفني، واليوم تقترح علينا تجربة فنية متميزة والحديث عن الفنان شردودي. صحيح، ففؤاد شردودي متميز، فهو فنان تشكيلي سكنه حب الريشة وفي لوحته نبض وانشغال بالإنسان تتماهى ألوان، لكنه اختار في مسالك التشكيل عالم التجريد الذي يحتمل كل التأويلات وينفتح في تجربته الجمالية على الشعر بعد إصداره دواوين تنهل من معين الرسم والصورة. بورتري عن الفنان مع إيمان سلاوي، حمزة السيح، وهند خليفة. في مرسمه يشعر في عزلته التامة باهتزازات اللون وبضربات الفرشاة، تنضج اللوحة تدريجيا، يترجم هنا كل أحاسيسه وانفعالاته وهواجسه بالريشة لتكسب اللوحة الروح والنبض وحياة جديدة. عن طريق التجريد له رموز يفككها فيفتح عوالم جديدة على فلسفة الجمال، ويبحر مع الجمهور إلى مغامرة مشرعة النوافذ. بالنسبة لي اللوحة هي مغامرة، وكلما أدخل لوحة جديدة أدخل مغامرة غير محسوبة. البياض بالنسبة لي هو فضاء مشرع على كل التعبيرات. قد أكتب في اللوحة، وقد أرسم في اللوحة، وقد أخطط في اللوحة، وقد لا أنتج ما كنت أريد أن أنتجه في البداية. اللوحة هي فضاء منفتح للمغامرة، فضاء فيه العديد من الأحداث التي تقع وأنت ترسم. من بداية اللوحة إلى نهايتها سفر نحو عالم مجهول. فؤاد وبعد إصداره لعدة دواوين شعرية استمدت مفرداتها من عالم التشكيل، وفي ديوانه الأخير من باب الاحتياط يكتب: أسمع صوتا غريبا في مرسمي يزداد قوة كلما مزجت الألوان. فشردودي يخلق مشكلات لونية، وانطلاقا من هذه الوضعية التي يجد نفسه أمامه يحاول أن يقدم اقتراحه الجمالي، اقتراحه التصويري الصباغي، وهو اقتراح فيه كثير من الجدة، فيه كثير من المغامرة. كنت قد كتبت في ما قبل حول هذا الموضوع في قصيدة ضمن ديواني الأخير، كتبت: أهدي إلى العالم آلة حلاقة بشفرتين، الكتابة والرسم.
الفنان التشكيلي انشغل بالفن وبالإنسان، سكنته لوثة الفن وتداخلت لديه كتل من الألوان، الخامات والأدوات وظفها ليكون خلاصه الفني عن طريق التعبير التجريدي، وبهمزة وصل تتقاطع لديه مختلف الفنون الشعر والرسم. إلى هنا رضا تنتهي الصفحة الثقافية. نشكرك عبد الرحيم المنشيخي ونلقاك في إطلالة ثقافية أخرى السبت المقبل بإذن الله. شكرا رضا. أزل ستار أمس بمداغ على فعالية الدورة 12 للملتقى العالمي للتصوف، 4 أيام من الأشغال واللقاءات تمحورت حول التصوف والدبلوماسية الروحية، ساهم فيها أزيد من 80 باحثا ومتخصصا. عبد الحميد جبران ورشيد العتابي. الملتقى العالمي للتصوف بمداغ بإقليم بركان يختتم دورته 12 بعدة توصيات، أهمها تربية جيل متفتح ومتشبع بقيم المواطنة العالمية المبنية على أساس التعايش والتسامح. الملتقى بلغ من النضج الدعوة في العالم كله الآن يشكو أزمة انغلاق المفاتيح السياسية، كل الهيئات والمنظمات الدولية تاهت وانغلقت عليها الأبواب فيما يمكنه أن يكون أن ينقذ الإنسانية من الفتن والتطاحنات والإرهاب والتفجيرات والشقاقات والصراعات والحروب. كما أوصى الملتقى بإدراج القيم الروحية للتصوف ضمن البرامج التعليمية والتربوية لتصحيح التمثلات الخاطئة حول هذا المكون الروحي الإسلامي الأصيل. ينبغي على الصوفية إشراك الجماهير من خلال وسائل الاتصال الحديثة وخاصة وسائل الإعلام الاجتماعية. ينبغي أن تدرس الدبلوماسية الروحية في الجامعات لإجراء البحوث في تاريخها الغني. It is an amazing, amazing event. إنه حدث رائع بمشاركة 25 دولة، كما أن نوعية المتدخلين كانت على مستوى عال بحضور دكاترة وخبراء في هذا الجانب الروحي المتميز. The doctors and more than simply scholars. وشارك في هذه التظاهرة أزيد من 80 باحثا ومتخصصا من مختلف بلدان العالم، أجمعوا على أهمية إنشاء مؤسسات ومراكز بحث في هذا المجال وبإدراج الزوايا في الدبلوماسية الدينية في بعدها الروحي. مسك ختام الملتقى العالمي للتصوف حفل ديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، صدحت فيه أصوات المريدين من مختلف جهات المملكة والعالم بخصال المصطفى عليه الصلاة والسلام. سعود خشون ورشيد العتابي. احتفاء بنبي الرحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحيا مريد الطريقة القادرية البوتشيشية ذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحية مفعمة بالأنوار الربانية والشمائل المحمدية. حفل ديني تم خلاله ختم القرآن الكريم وترديد قصائد في فن السماع والمديح الصوفي، تناولت السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقيت بهذه المناسبة عدة كلمات في رحاب ذكرى المولد النبوي الشريف. إن الاحتفال الذي تخصه الطريقة القادمة بالمولد النبوي الشريف هو احتفال بالرحمة المهداة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وهو احتفال بقيمه وشمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى تصير هذه الأخلاق أخلاق النبوية سلوكا ومنهجا للمسلم في حياته عن طريق إصلاح قلبه بذكر الله ومحبته صلى الله عليه وسلم. هذه المشاركة هي مشاركة سنوية بسبب احتفال الطريق القادر البوتشيشية بالمولد النبوي الشريف، وتشرفنا بالحضور إلى هذه الزاوية في هذا العام للاحتفال بمولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استمد هذه المحبة اللي موجودة هنا من 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 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وتنقلوها الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين وأولياء الله الصالحين. نحن جد سعداء وفرحين بهذا اللقاء الرباني المحمدي المليء بالأنوار المحمدية وبالمحبة، والحمد لله. مريد الزاوية القادرية البوتشيش يستحضر فيها عمر جرد به
وجدان كل مؤمن ومؤمنة اتجاه صاحب الذكرى، مؤكدين على أن جوهر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف. أعتقد أن في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم فإن المحبة واحترام الإنسانية واحترام الاختلاف هو المخرج الحقيقي للأزمة. وعلمونا إذا كان نحب الخلق ويحبنا الخالق، فهذه الطريقة بصراحة تغرس فينا حقيقة الإيمان، بصراحة حقيقة الإسلام والإيمان والإحسان. وفي ختام هذا الحفل الديني توجه الحاضرون بالدعاء إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إلى التونات، حيث أقيم الموسم الديني للولي الصالح أبو زيد الإدريسي تظاهرة في برنامجها أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية. عبد السلام الخلوي، إبراهيم الغوثي، وعز الدين أبو الجيوش. منذ فترة طويلة ومدينة تونات تعيش في مثل هذه الفترة من السنة أجواء الموسم الديني لدفينها أبي زيد عبد الرحمن بن هبة الله الإدريسي، موعد سنوي له دلالة روحية بالمنطقة وامتداداته تلامس نقطا عديدة بالإقليم. إضافة إلى ذلك، هذا الموسم يتضمن مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والدينية والرياضية والثقافية، ويعتبر من أكبر المهرجانات في هذه المنطقة والتي تجذب أعداد كبيرة تعد بعشرات الآلاف والتي تبتهج فيها اليوم، وهذا ما يخلق ثروة اقتصادية ومالية ورواج اقتصادي في هذه المدينة في هذه الفترة. منظم الموسم جعل من التظاهرة مناسبة تخلق الحدث بالمدينة عبر العديد من الأنشطة والتظاهرات والمسابقات. شاركوا بزاف ديال المدارس والأندية في الرياضية في عدة مسابقات اللي كاين اللي فاز فيها كاين اللي لا. هي المناسبة كذلك لتكريم وتتويج الفعاليات والفائزين في الأنشطة المنظمة على هامش التظاهرة، تظاهرات اقتصادية اجتماعية ودينية بطابع خاص. واللحظة نقترح عليكم رحلة صوب مرزوقة، هناك بعيدا عن صخب الحياة المعاصرة جمالية وكثبان هي الأعلى في المغرب وكرم ضيافة تستهوي السياحة من كل حلب وصوب. ومع وفاء بن دورو ونور الدين النافعي نبدأ الرحلة. يلقبها السياح ببحر الرمال، مرزوقة درة الصحراء المغربية تبعد بحوالي 130 كيلومترا عن مدينة الرشيدية. يقصدها السياح من كل حدب وصوب من أجل سياحة إيكولوجية بعيدة عن صخب الحياة المعاصرة. قدمت من سيدني بأستراليا وأمضي أوقاتا ممتعة هنا بالمغرب. قبل الوصول إلى مرزوقة مررنا عبر مراكش حيث استمتعنا بأكلة الطاجن المغربي وأكلة مرة بأجواء الصحراء وطبيعة المغرب. قضاء عطلة بصحراء المغرب له نكهة خاصة، وأنا جد مشتاق لقضاء ليلة تحت نجومي ووسط كثبان مرزوقة. تتيح كثبان مرزوقة الممتدة على طول 22 كيلومترا وعرض 5 كيلومترات فرصة لهواة التزحلق على الرمال لممارسة رياضتهم، سيما في فترات الذروة التي تصادف أعياد نهاية السنة. بدينا دابا الاستعدادات ديال الاجواء ديال راس العام، لان بزاف ديال لي ريزيرفاسيون من جميع انحاء العالم وسيرتو الناسيوناليتي ديال التشاينيز، ودابا اللي كاين بالتوافد بكثرة سيرتو على حساب باش يجيو يشوفوا يديروا كلشي تصوره بالجمال يباتوا في الصحراء في وسط من الخيام، وكاين مجموعه من القوافل ومجموعه الناسيوناليتي في العالم. و
ومن أعلى كثبان صحراء مرزوقة والتي تعد الأعلى من نوعها بالمغرب، يستمتع السياح بجمال تبدل ألوان الرمال حسب تغير ضوء النهار. قدمت من إسبانيا كي أعيش هذه الرحلة الممتعة بين أحضان الرمال وركوب الجمال. قبل القدوم إلى هنا زرنا مدينة مراكش وجبال الأطلس. لقد أعجبنا بما يزخر به المغرب من جمال طبيعي. عند وصولنا وجدنا أجواء رائعة، خياما ونارا دافئة وشايا مغربيا. الأجواء جد متميزة. زوار درة الصحراء المغربية مرزوقة الذين يقصدونها من مراكش وفاس كمحطة عبور ضمن جولة سياحية شاملة للعديد من المدن السياحية بالمغرب، يجدون ضالتهم في البساطة وكرم الضيافة على إيقاعة موسيقى محلية. إلى التذكير بالعناوين: ردود الفعل لا زالت متواصلة بعد قرعة كأس العالم 2018 بروسيا التي وضعت المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال، إسبانيا وإيران. الملاكم المغربي محمد ربيع يصنع الحدث في رابع مباريات الاحترافية بفرنسا ويفوز بالضربة القاضية على البلغاري لازلو زيلفاي. الملتقى العالمي للتصوف يدعو في ختام أشغاله بمداغ إلى تبني مبادئ وقيم المواطنة العالمية المبنية على التعايش والتسامح ونبذ العنف. وسياحة القوافل بمرزوقة تجلب مزيدا من الزوار الأجانب، والعرض السياحي متنوع بتنوع مؤهلات واحات الجنوب الشرقي. غدا نلقاكم بإذن الله.